رتب ابن الملقن رحمه الله، رتب كتابه على ترتيب المنهاج في الفقه الشافعي للإمام النووي رحمه الله. كتاب البلغة في أحاديث الأحكام للإمام الحافظ سراج الدين ابن الملقن، ويعرف أيضا بابن النحوي، المتوفى سنة 804 للهجرة. رتب ابن الملقن رحمه الله، رتب كتابه على ترتيب المنهاج في الفقه الشافعي للإمام النووي رحمه الله، وتبلغ أحاديث البلغة 508 أحاديث بالمكرر، 508 أحاديث بالمكرر. وطريقته فيه أنه يجمع أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، وأضاف إليها أحاديث قليلة مما انفرد به البخاري أو انفرد به مسلم رحمهم الله، وأضاف إلى ذلك أيضا أحاديث يسيرة من غير الصحيحين إذا لم يجد في الباب إلا ذلك الحديث، أو كانت دلالته على الحكم أظهر من الدلالة الواقعة في حديث الصحيحين.